هذه سائلة تقول: جئنا نعتمر وعند الميقات حطوا قبل الإحرام. نعم. جئنا نعتمر وعند الميقات حطوا قبل الإحرام ولا تنقضي الدورة حتى نسافر من مكة، أي تستغرق مدة الدورة مدة الإقامة في مكة، فالطهر يكون بعد السفر، فماذا أفعل؟ إذا طهرت وأردت العمرة ترجعين للميقات تحرمين منه، وإن سافرت بدون عمرة فلا بأس، العمرة ما هي بواجبة. نعم.